عليكم الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. اليوم جبتكم واحد الوجبه زويونه وبنينه وريجيمي اون ميم طون، كيتونيه بالخصوص. بالنسبه اللي كيدير الدايت ما يكثرش الجبن، وغادي تكون اكله مفيده ليه له. وبالنسبه اللي كيدير الكيتوني راه هذا هو الاكله كيتونيه. شنو عندنا اليوم حبيباتي؟ عندنا واحد الفلافل معمرين بالطايله ديال الشيفلور وفواكه البحر. اذا شنو عندنا في لي زانغريديون؟ كنحتاجو فلافل طبيعه الحال، كننقيوها ونغسلوها ونقطعوها ونديروها على هذا الشكل، نحطوها في المول. المول مدهون بالزيت البلديه، دايره بالزيت البلديه. عندي هنا شيفلور محكوك اخضر، عندي هنا فواكه مجف كونجلي، فواكه البحر، خليط من الفواكه كاملين. عندي فلافل اخضر واصفر مقطعة قطع صغيرة جدا خضراء. عندي شوية ديال القزبور، عندي شوية ديال الزبدة، عندي توم مدقوق، شوية الكمون، شوية ديال الابزار، توابل السمك، شوية ديال الزعتر، الهريسة، وعندنا هذا اوريغانو، شوية الاوريغانو، شوية البقدونس جاف، بقدونس جاف، وعندنا شويه ديال ورق موسى، وشويه ديال الشيدر، وشويه ديال الموتزاريلا الا كان خاصني الموتزاريلا، والملح طبعا، وزيت العود او زيت الزيتون. اذا حبايبي يلاه معايا نبداو الخدمه ديالنا. اول شيء غادي نشعلو الغاز ديالنا طبيعه الحال، وغادي نشعل قليل من زيت الزيتون، وغادي نزيد شويه ديال الزبده، واحد شويه تروسو شويه، نخليها تذوب شويه، من بعد غادي ندير فيها الفلافل ديالي هي الاولى والثوم. غادي ندير الفلافل ديالي تحرق هنا تشحر، والثوم غادي نخلي الفلافل ديالي تشحر مزيان، ندير لها شويه ديال الملحه. خصني نقرب لكم هنا باش ندير شويه ديال الملح باش تنزل. اذا الحبايب ديالي حيت غادي تنزل الفلافل ديالي، غادي نمروا ليطاب الثانيه. غادي نقربكم شويه لهنايا باش تشوفوا، باش تشوفوا مزيان المقله ديالنا. اذا غادي نخليوها تشحر مزيان، درتلها غير الملح والثومه والزيت البلديه والزبيده، صافي نخليها تهبط تنزل من مزيان الفلفله، حيت هي اللي كتاخد اليد بزاف. اذا حبايبي حبيبات دياولي، هيا دابا الفلفله ديالنا طاحت شويه، اذا غادي نرمي فيها فواكه البحر، وغادي نرمي فيها الشيفلور، الشيفلور خضر البنات محكوك بحال شكل ديال الأرز. عفوا، اذا غادي نخليو هذا الشيء يطيح وعاد نكملوا له شنو خصنا نديرو. اوكي حبيباتي،
تخلي هادشي يطيح. اذا من بعد ما نزلت شويه الخضره ديالنا غادي نزيدو فيها شويه ديال التوابل ونخليوها طيب. ما كنديرو لها لا ما لا والو حيت غادي طيب غير في الماء ديال الخضر ديال الفلافل والشفلور. من بعد عاد تدخل الفرن. اذا دابا غندير لها التوابل. ندير شويه ديال الابزار شويه ديال الكمون غير شويه ماشي بزاف. توابل السمك ندير فيها قليل من القزبر شويه نخليه من بعد. شويه الهريسه رشه ديال ورق سيدنا موسى رشه ديال الاوريغانو ورشه ديال المعدنوس يابس شويه ديال الزعتر البنات حيت عاد نديرو من بعد. صافي هادو هما التوابل البنات اللي درنا. نزيد لها شويه الملحه نخلطها مزيان باش يدخل لها التوابل السمك ديالنا وكلشي. ونزيد لها شويه الملحه نزيدو الجبن ما نكتروش من الملحه حيت الجبن شويه مالح. اذا غنخليوها تعرق شويه من بعد ونكملو. هانتوما معايا. اذا حبيبات ديالي صافي اذا الطبق ديالنا راه طاب غادي نعمرو به نزيدو له شويه ديال المحتويات اللي باقيين. اذا غادي ندير له شويه ديال الشيدر وشويه ديال القشده الطريه. نسيت سمحوا لي ما بينت لكمش القشده قبيله نسيتها ما نكترولاش حيت عاد غنزيد لها فلفل الفلافل القشده نزيد لها شويه ديال الموتزاريلا اذا الان الحبيبات ديالي غادي نعمر الفلافل ديالي غادي ندير فيهم شويه ديال القشده من تحت وغادي نعمر الفلافل ديالي هكذا. خصنا دائما نبداو نعمرو الفلافل. اذا الحبيبات ديالي ها هما الفلافل عمرناهم بالبايله ديالنا ديال الشيفلور والسمك وفواكه البحر. درت لهم شويه القشده من الفوق والفخوماج والموتزاريلا وزينتهم شويه ديال الزعتر والقزبور. اذا دابا ندخلهم ندير لهم بابي كيسون وندير لهم بابي الومنيوم وندخلهم للفرن
اوكي حبيباتي، حيت غادي يوجدوا غادي نوريهم لكم. يلا انتما معنا حبيبات ديالي. ها هما الفلافل ديالنا المعمرين بالبايلة ديال الشفلر والحوت وفواكه البحر والفلافل، وهو كيخرج لنا البلا ديالنا تبارك الله غزال ما شهيتكم فيه. انسان يبدا يحطو مع شلاضه، وانا قدمت الطبق اليوم على هذا الشكل. هنا شويه داك اللي كنت درت معكم غراتان ديال البسباس، وهذه سلاد فيها الخس وفيها جوج انواع ديال الخس وجوج انواع ديال الكروم الاحمر والابيض وبصل وطماطم والقرقاع ونص نص فلفله معمره، ودرت لها الخل بلزاميك. البنات بالنسبه اللي ما كيعرفش الخل بلزاميك لو فوالا هو هذا، اللي ما كيعرفوش راه جد مفيد بزاف للصحه ديالنا، وميم طون راه الناس اللي كتبغي دير الحميه راه كيقفل الشهيه، ما كيحسك مع ان ما عندكش الجوع، ما فيكش الجوع. وهذه الوجبه نتاعين تاع اليوم كيتونيه، وهذا هي البايلا ديالنا الفلافل معمرين بالبايلا ديال الشيفلور. وبهذا نقول لكم مع السلامه.